أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه، فقلنا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربه تعالى. لما حسر ثوبه عليه الصلاة والسلام رأوا منه هذا الأمر، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم، إذ سألوه، فإذا رأى المفضول على الفاضل شيئا غريبا قد صنعه أو قاله فليسأل. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا،